أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية. فكما كان متوقعا فقد عرفت بلادنا بعض التساقطات المطرية وكذلك الثلجية، وذلك إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم، حيث سجل من الثلوج بتازة ببويبلان 30 سنتيمتر، بباب بودير 10 سنتيمترات، بأزيلال جبل موريق 25 سنتيمتر، بجبل أعيوي 25 سنتيمتر بالقمة و18 سنتيمتر بالسافحة، بقرسيف بجبل بوناصر 20 سنتيمتر بالقمة و10 سنتيمترات بالسافحة، بشيشاوا بأدسيل سنتيمترين، بتوريرت بخوالي 15 سنتيمتر، بإفران سنتيمترين، بجبل هبري 16 سنتيمتر بالقمة و9 سنتيمترات بالسفحة، بجبل ميشليفن 14 سنتيمتر بالقمة و9 سنتيمترات بالسفحة، بجرادة لعوينات 10 سنتيمترات، مراكش أوكيمدن 5 سنتيمترات وسنتيمترين بإيمندونيت. وسجل كذلك من الأمطار، وذلك إلى غاية الساعة 6 من صباح اليوم، كذلك بتازة 46 ملم، بالدار البيضاء 33 ملم، بفاس 31 ملم، وكذلك بمكناس 31 ملم، إفران 29 ملم، تطوان 26 ملم، شفشاون 24 ملم، بن سليمان 23 ملم، تطمليل 21 ملم، رباط سلا 20 ملم، سيدي سليمان 19 ملم، القنيطرة كذلك 19 ملم، الحسيمة 16 ملم، توريرت 14 ملم، الصويرة 13 ملم، ووجدة 12 ملم. وفي تحليل صورة الساطل نلاحظ أن الطقس عموما غائم بمرتفعات الأطلس بمنطقة السيس، بالغرب كذلك بالشمال الشرقي، ونزول تساقطات ثلجية بالمرتفعات وكذلك بالهضبة العليا الشرقية. باقي المناطق الأخرى سماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة. وارتباطا بهذا يتوقع بالمنطقة الشمالية للمملكة دائما طقس بارد بمرتفعات الأطلس وكذلك بالهضاب العليا الشرقية، وسيكون كذلك الطقس غائم بالشمال الغربي بمنطقة السيس، بالريف الأطلس الغرب، بشرق الواجهة المتوسطية سيعطي بعض الزخات المطرية الضعيفة ونزول تساقطات ثلجية بالمرتفعات التي يتعدى علوها 1400 متر. درجات الحرارة الدنيا ستصل بإذن الله إلى 7 درجات تحت الصفر ببولمان، و5 درجات تحت الصفر بمدينة إفران، 4 درجات ستسجل بمدينة وجدة، درجتين تحت الصفر ببعرفة، 6 درجات بمدينة الرباط. وبعد الزوال سيشير المحرار بإذن الله إلى 0 درجة بمدينة بولمان، درجة واحدة بإفران، 10 درجات بوجدة، 14 درجة بكل من طنجة العرائش وكذلك بتطوان، 11 درجة بوزان، 8 درجات بتونات وكذلك بمدينة تازة، 11 درجة بفاس وكذلك بمكناس، 15 درجة بالرباط، 17 درجة ستسجل بالدار البيضاء، و18 درجة بمدينة الجديدة. بالمنطقة الوسطى للبلاد يتوقع بإذن الله دائما طقس بارد مصحوب بصقيع بمرتفعات الأطلس ونزول تساقطات كذلك ثلجية دائما بالمرتفعات التي يتعدى علوها 1400 متر. درجات الحرارة الدنيا ستتأرجح ما بين درجتين بمدينة ورزازات، 3 درجات ببني ملال، و5 درجات ستسجل بمراكش، 3 درجات بالرشيدية، 7 درجات بأرفود، 9 درجات بزاغورة وكذلك بمدينة طاطا، و8 درجات ستسجل بترودانت. ودرجة حرارة النهار ستعادل 15 درجة بالرشيدية، 11 درجة ستسجل ببني ملال، 14 درجة بمراكش، و20 درجة بمدينة أكادير. بشمال الأقاليم الجنوبية توقع بإذن الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى نسبيا غائمة بجل المناطق، ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين 10 درجات بالزاك، 11 درجة بقلت الزمور، 13 درجة ببكرة وكذلك بمدينة السمارة. ودرجات حرارة النهار ستعادل 19 درجة بالزاق، 21 درجة بالطنطان وكذلك بالطرفاية، 22 درجة بالعيون وبمدينة بوجدور، 19 درجة ستسجل بقلت الزمور، 21 درجة بكل من بكرة وكذلك بمدينة سمارة. في اتجاهنا لأقصى الأقاليم الجنوبية يتوقع بإذن الله أن تكون السماء قليلة السحب إلى صافية بأغلب المناطق، ودرجات الحرارة الدنيا ستتراوح ما بين
16 درجة ستسجل بالدخلة، 17 درجة بالقويرة، و14 درجة بكل من بيرانزرن وكذلك بأوسرد. وبعد الزوال ستعادل درجات الحرارة 22 درجة بأوسرد وكذلك ببيرانزرن، 24 درجة بالقبيرة و23 درجة بمدينة الدخلة. حالة البحر، سيكون البحر بالواجهة المتوسطية قليل الهيجان إلى هائج بعلو سيصل إلى 3 أمتار، بالبوغة سيكون كذلك قليل الهيجان إلى هائج بعلو مترين، ما بين الرباط ومدينة طرفايا سيكون البحر قوي الهيجان إلى جد قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 5 أمتار و50 سنتيمتر، وعلى البحر اتخاذ الحيطة والحذر. بباقي السواحل سيكون البحر هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى 3 أمتار و50 سنتيمتر. المد بمدينة الرباط يكون على الساعة 6:52 والسابعة مساء و32 دقيقة، والجزر سيكون بعد منتصف الليل ب 32 دقيقة، وعلى الساعة 1 بعد الزوال و18 دقيقة. شروق الشمس بمدينة الرباط يكون على الساعة 8:24 دقيقة، والغروب في تمام الساعة 6:14 دقيقة. بالنسبة لتوقعات الأيام القادمة، يتوقع بإذن الله يومي الاثنين والثلاثاء أن يكون الطقس نسبيا غائم بالأطلس، يعطي بعض الزخات المطرية الضعيفة بالشمال الغربي كذلك بمنطقة الريف وكذلك بالشمال الشرقي وبشرق الواجهة المتوسطية، مع نزول بعض التساقطات الثلجية كذلك بمرتفعات الأطلس، ودرجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع الطفيف. أما بخصوص يومي الأربعاء والخميس، يتوقع بإذن الله أن يكون الطقس نسبيا غائم بالشمال الغربي بالريف بالشمال الشرقي للبلاد، يعطي بعض الزخات المطرية الضعيفة. بباقي المناطق الأخرى طقس مستقر مع سماء قليلة السحب إلى صافية، ودرجات الحرارة ستعرف كذلك بعض الارتفاع الطفيف. وليكم الآن توقعات دول المغرب الكبير، أوروبا وشرق الأوسط. شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.